الحمد لله بخير، إيه رأيك في اللي بيحصل مع إخواتنا حاليا؟ في غزة، هذا دليل على عدم وجود الإله. هذا دليل إيه؟ هذا دليل على عدم وجود الإله. أن نعملوا جولة باش ما يبقوش هذا بعيدين. دليل على عدم وجود الله؟ ما يقع في غزة دليل على عدم وجود الخالق، أو بالأحرى الله الإبراهيمي. تعرف معضلات الخير والشر؟ طب يعني انت لا دينية صح؟ ايوه لا دينية. نسيتيني يا ريفالدو، ايوه نسيتيني يا ريفالدو، مش كون أنا افتكرت. يا انا دماغي بس انا دماغي في حتة تانية. ريفالدو. وانت عزيز عليا، وكل مرة كنطلع كنبحث عليك نشوفك باش أنا دماغي في حتة تانية. ايه معليش، ماشي مشكل. وليه بقى دليل على عدم وجود الله؟ ليه اللي بيحصل عدم دليل على وجود الله؟ من اكبر المعضلات ياك آه هي معضلة الخير والشر. تمام. كيف يعقل إذا كان هناك خالق وأسمائه 99 العادل الرحمن، كيف يعقل لهذا الخالق العادل أنه يترك أطفال ونساء يموتون بالجوع وبالحرب وبالحرق مع العلم نحن مليار و800 مسلم. مع العلم أن ليس فقط المسلمين الذين يدعون الرب أو الله، العالم كله يطلب ويدعو لناس لفلسطين، ولكن لا يحرك. He don't care. لا يهتم. مع العلم الله محمد لما كان يغزو كان يبعث له ملائكة تغزو معه. لما كان يغزو 100 شخص، 200 شخص، كان يبعث معه ملائكة. مين اللي بيبعت ملايكه؟ الله بعث ملائكة تحارب مع الله في غزوات. الله بعت ملائكة تحارب مع سيدنا محمد صح؟ صح. ازاي والله مش موجود؟ ايه لا مش موجود. وايه اللي هي؟ وايه اللي هي؟ ويلي لا مش انا اخوان اللي كاينين معانا لتحت، اعطوني اسم الغزوة اللي بعت فيها الله الملائكة حاربوا مع الله مع الرسول. انا ما انا عايز افهم برضو ازاي انت بتقولي ربنا مش موجود، وازاي بتقولي ربنا بعت ثانية واحدة بس، وازاي بتقولي ربنا بعت جنود تحارب مع سيدنا محمد؟ قلت سيدنا محمد صح؟ ايوه غزوة بدر. غزوة بدر تمام. بص اللي انت بتتكلمي، بص اقول لك على حاجة. اللي انت بتتكلمي عليه اللي هو ربنا سايب ليه اخواتنا يحصل فيهم كده تمام؟ وليه سايب الناس دي كده؟ طب ما ربنا قال لك امل الكافرين امهلهم رويدا تمام؟ تمام امهلهم، فامل الكافرين امهلهم رويدا. وفي آية تانية قال لك افبعذابنا يستعجلون افرأيت ان متعناهم سنين، افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. فعادي فعادي. بصي كده كده هم نهايتهم، نهاية بصي نهاية الملحدين، نهاية الناس دي، يعني النهاية دي مذكورة ما تقلقيش، النهاية دي ما تقلقيش منها، النهاية دي كده كده مذكورة عندنا في القرآن. هتفسدونا مرتين فعادي كده كده. ريفالدو قل لي أخي ريفالدو، أنت تتذكر الحوار اللي صار بيني وبينك ولا لا؟ لا أنا بتكلم دلوقتي عن إخواتنا، حتة إخواتنا يعني. هل ده بجد بجد بعيدا عن اللي انت لا دينيه، خليها خليها مش لا دي، بعيدا عن لا دينيه خليها انسانيه. أنا إنساني وأتعاطف مع أطفال غزة، أنا ضد أي حرب، مش غزة فقط، أنا ضد أي حرب، أنا ضد أي حرب
ضد أطفال أو نساء أو قتل الناس، أنا ضد الحروب، أنا مع الإنسانية، وأنا ديني وأفتخر هو الإنسانية. أنا الإنسانية لا مع الإنسان، لا كما كان رجل امرأة طفل، مع الحيوانات مع النباتات، أي مخلوق على الأرض كيتنفس وعيش من حقه، من حقه العيش، من حقه العيش. عزيزي أنت ما تعرفنيش، أنا القطة اللي عندي قطة مش كيقولوا ليها تبع الشوارع، كانت متشردة، قطة متشردة في المغرب، أوكي في المغرب، ومكسر فكها، ديلها والحوض ديالها، ورحت أخذتها عند البيطاري وعملت ليها الراديوات وعملت ليها داويتها وكل شيء، وعملت ليها باسبور وجبتها وكلنا عندي هنايا انا وكنساعد الحيوانات. ما كنشكرش راسي، ما كان... انت منين يا انت منين يا انت منين؟ صح، انا مغربيه، انا مغربيه وعايشه صراحه. في ناس دخلت عندي في اللايف من عندك بتقول لي الست دي ما بتمثلناش، احنا مغاربه مش كده. كل هاي يتحدث، انا لا، انا ما كنتظرش شخص يقول لي انا المثلونه ما تنمثلوش، انا مغربيه ابا بغا ولا ما بغاش، انا مغربيه وامازيغيه وافتخر، وانا من الناس اللي كنناضل البلاد باش تقدم لقدام وباش النساء ياخذوا الحقوق ديالهم ومنهم الناس الاطفال. كلها داخلة بتقول لي لا تمثلنا. لا يهمني، لا يهمني الناس كيكتبوا لك، لا يعني يهمني. يعني بصي، في ناس عندي بيقولوا لي لا دينية مغربية. ريفالدو عندك مشكلة تاع النسيان ولا كيفاش؟ لا، أنا بتكلم على حتة المغربية، حتة المغرب. بيقولوا لي ريفالدو عايشة في فرنسا. أنا بقول لك الناس اللي بتيجي من عندي بتكتب عندي. وانا مو شغلي اشكال كتبوا لك من تما. ريفالدو انا كنظن بانك نسيت الحوار اللي عملنا انا وياك، انا فاكر. ساعتين يعني يعني بعيدا بقى اللي انت لا دينيه، انت كانسانيه انا انساني اكتر من المسلمين، تمام. لا، يعني مش اكتر من اكتر المسلمين. من المسلمين، ونتحداك. بص تعرف لماذا؟ لأنني إنسانية وكنعمل الخير ولا أتسنى الأجر أو بحط حسنات في الميزان ديالي، أنا كنحطها لأن حابة نساعد ذاك الشخص أو ذاك الكائن، غنقول الكائن لأنني ما كنساعدش فقط الأشخاص، كنساعد جميع الكائنات. تمام. يعني انت من رأيك ان اللي بيحصل في اخواتنا ده ما ينفعش، كيفاش ما ينفعش؟ يعني حرام. انا ضد الحرب، انا ضد، وكنقول بسبب هاد الاديان كنعانيو من الحرب، تمام. لان القضيه نكونوا واقعيين، الحرب شنو السبب ديالها؟ ديانات يهود يضربوا في المسلمين والمسلمين وهكذا، لا انا ارضي، لا وهنا ارضي، لا وهنا، وشكون الضحيه؟ الناس. صح، عندك حق. بس احنا كمسلمين في حاجات غصب عننا، في حاجات غصب عننا، هذا هو المشكل، هذا المشكل انكم تمام. احنا قسما بدين الله وكلام اتحاسب عليه قصاد ربنا، وعارف ان اللايف ده متسجل، اقسم بالله ان احنا لو اتفتح لنا الحدود ما هنخلي فيه دولة وموجودة على الخريطة. الكيان ده مش هيبقى موجود، الكيان ده مش هيبقى موجود أصلاً. هنبيده، ستبيدون العالم، بس المشكلة ستبيدون العالم، ستبيدون العالم باسم الدين. مش باسم الدين بس، باسم الإنسانية. لا، هذه ليس إنسانية، أنك تبيد العالم. لا، بالإنس. لا 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 لا، أنا بتكلم على اللي معانديننا واللي معارضيننا واللي بيحاربونا. بتكلم عن اللي بيحاربونا. احنا كام دولة عربية؟ لا احنا لسنا عرب، الامازيغ شمال افريقيا لسنا بعرب، ولا يشرفوننا ان نكون عربا، مين اللي ما يشرفش يكون ان يكون عرب؟ نحن امازيغ. ويا حسره ريفالدو، انتوما المصريين، انتوما بلد اول الحضارات واقدم الحضارات، الفراعنه، ومن اعظم الحضارات، الحضاره اللي عندكم ما عندش دول اخرى، وتخلي بلدك وعزتك وهويتك، وتحب انك تشبه بعرب بدو
وسخين عاشوا في الصحراء. كمان اقول لك على حاجه، انت عارفه عرب البدو دول لو قفشوك هيعملوا فيك ايه؟ ايه القتل عزيز عليهم، قسما بالله العظيم والله عندهم معيز كتير جدا جعانه. عزيز عليهم القتل عادي. الاسلام بلاش، بصي 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 بلاش، يعني احنا بنتناقش في حته معينه تمام، بلاش تدخلينا في عرب او الكلام ده، عشان قسما بالله العظيم الناس دي فعلا عندها استعداد ان هي تجيبك من مكانك لو كنت في دوله اوروبيه. العرب بالذات، ثانيه بس ثانيه بس، يا عبد الله يا عبد الله عبد الله الديب، انا مش عارف اطلعك يا عبد الله، انا مش عارف اطلعك، اسمع انا مش عارف اطلعك هناد عبد الله. تمام. بصي بقى، هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه. دوري، حددتي وسالتي 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 وسالتي، انا دوري. اوكي. للاسف كنظن انك نسيا، ما مذكرش المحاضره. انا فاكر، انا فاكر، مش بقول لك انا ناسي، كنت قاعد هنا، بليز كنت قاعد هنا، بليز كنت قاعد هنا. اوكي بليز، خليني نكمل النقطه ديالي. اوكي بليز، اول حاجه انا ناقشتك ياك، وبينت لك بان شكرا شكرا عمر وكرم، مازال ما لعبنا. شكرا عمر. ويت عمر، ما لعبينش عمر. ويت، شكرا. الو يا جماعه، بعد اذنكم يا جماعه، بعد اذنكم، بعد اذنكم، الناس اللي بتتكلم، احنا بنتكلم بفهمانيه وبنتكلم بعقل، بلاش نتكلم بشغل الهمج. عزيزي ريفالدو، انا فاحنا بنتكلم، احنا فاهمين برضه، انا مش عبيط، انتوا مش بتكلموا واحد عبيط. ريفالدو، اول حاجه انا باش نتذكرك انني ناقشتك. يا جماعه شيروا اللايف ده بعد اذنكم يا جماعه، كبسوا شيروا اللايف ده بجد، اللايف ده واقع جدا، اللايف ده واقع جدا. اكبسوا كبسوا كبسوا دابا، غير كبسوا، ما تصيفطوا والو، كبسوا حتى يتحل الدوبل وديك الساعه صيفطوا. عزيزي ريفالدو، الا كتذكر انا وياك ناقشنا، وانا قلت لك بانه الاسلام صناعه بشريه، ومحمد انسان ذكي جاب واحد الدين، وناقشتك اعطيتك الادله بان القران محرف محرف، واخذنا انا وياك، انت خديتي صفحه حفص وانا خديت صفحه روايه الورش، وقارناهم مع العين، كاين 14 روايه. اوكي، هادو غير روايتين بلا ما نتحددوا مثلا. بص، اقول لك على حاجه. بص، قبل ما نخش في جدال، اسمعيني. طب اقول لك على حاجه، قبل ما نخش في جدال كبير جدا، هقول لك على حاجه بس. نكمل الفكره ديالي وانت تحدد. اوكي. شفتها بعينك، لدرجه راه الفيديو محطوط عندي في يوتيوب، الفيديو اللايف كامل محطوط عندي في يوتيوب، وشفتيه نتايا، ولدرجه انت اش قلت لي هذاك عندك نسخه ثانيه، شكيتي في النسخه ديالي انايا، قلت لي هذيك النسخه عندك مكتوبه ولا ديك الطبعه خطا مطبعي. وعندنا حنا القران اللي كاين عندي انا، كلشي المغاربه والجزائريين عندهم نفس الطبعه اللي عندي انا. اوكي، ناقشتك في الحاجه الثانيه، ناقشتك في زواج الصغيره. تمام، ممكن بقى اتكلم. انا عارف كل اللي انت بتتكلمي فيه ده، والله والله عارفه والله. انا صراحه بغيت نقول، بصي بقى، صلي على النبي، يعني مش هقول لك صلي على النبي، مجدي سيدك، بوسي الصنم اللي جنبك، شوفي انت هتعملي ايه. ماشي، عامة انا بقول صلي على النبي. تمام، بصي بقى، اول حاجة، الرسول لما اتجوز عن عمر 6 ودخل بيها 9، كان اجسامهم غير اجسامنا. تمام؟ ريفالدو، ويت، ناقشنا هادشي وعطيتك الدليل، وقلت لك كيف يعقل، حنا عندنا آثار ايكولوجية تبين بأن البنية الجسدية للطفل هي نفسها هذه ديال 3000 سنة. طيب، وأنا عايزك تقنعيني إزاي؟ أنا عايزك تقنعيني إزاي الأهرامات اتبنت؟ ما نعرفش. ما تعرفيش ليه؟ لا ما ليه نعرف. ما تعرفيش؟ ما نعرفش. ازاي ما تعرفيش الاهرامات اتبنت ازاي؟ اما الناس بتوع الاهرامات كانوا اجسامهم زينا، بنوا الاهرامات ازاي؟ انت اللي هتشرح لنا كيفاش. تمام، هل انت بقى عندك دليل ان زمان ايام سيدنا محمد كانت اجسامهم غير اجسامنا دلوقتي؟ عندك دليل ان اجسامهم كانت زي اجسامنا دلوقتي؟ انت عندك دليل؟ ما عندكيش. يبقى ايه؟ نعم، قولي الدليل. شوف القبور ديالهم، قولي دليل. شوف
القبور 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 الكبور. القبور بلا فهمتني؟ الكبور، القبور في عمالقة. بلا الكبور، كبور الفراعنة ولا كبورنا؟ عزيزي عزيزي هذه هضرنا لا عليها. أنا عايز سؤال. أنت بصي، إحنا بنتكلم بالهداوة، فاهمة؟ فإيه الدنيا دلوقتي؟ أنت بتقولي لي تمام إن سيدنا محمد اتجوز عن 6 سنين، دخل بيها وهي 9 سنين، تمام ماشي، أنا معاكي، حلو أوي الكلام ده. أجسامهم كانت غير أجسامنا، هتقولي لي ازاي مفيش الكلام ده؟ هقول لك طيب ماشي، فرعون اهو، فرعون رمسيس عنده 1.68 متر، تمام ماشي. هتقولي لي دول اجسامهم غير اجسامنا، هقول لك طب انت ايش عرفك ان زمان ايام الرسول كان اجسامهم غير اجسامنا؟ ده رقم واحد، تمام؟ دي اول نقطه اتكلمت فيها من ناحيه الجواز والجو ده. تاني نقطه اتكلمت فيها ايه؟ الايه؟ تاني نقطه اتكلمت فيها ان القران كتاب محمد. محمد اللي كاتب الكتاب ده، صح؟ طيب تمام، انا عايز الناس كلها تركز معايا ثانيه واحده. انت قلت دلوقتي ان القران كتاب محمد، صح؟ في حد هو في بني ادم بيعلم الغيب؟ في بني ادم بيعلم الغيب؟ مين؟ انا. طب اعرفي كده انا هعمل ايه دلوقتي؟ لا ما نقدرش نعرف الغيب ديالك، ولكن كنعرف الغيب ديالي. الايه؟ كنعرف الغيب ديالي. ما تعرفي الغيب؟ كنعرف الغيب ديالي. يعني انت ما بتعرفيش الغيب؟ أنا بعرف الغيب ديالي. طيب اعرفي انا هعمل ايه كمان شويه، لما قولي لي. كنعرف الغيب تاع الآخرين، ولكن أنايا عندي الاختصاص ديالي فقط في الغيب ديالي. طب بصي بقول لك على حاجه، سيبك بقى، ما حدش بيعلم الغيب الا الله، تمام؟ ده رقم واحد، سيبك بس من الكلام ده. نقطة بنقطة. هقول لك على حاجه، ريفالدو عزيزي عزيزي ريفالدو، نقطة بنقطة، أوكي؟ النقطة الأولى ديال رواج محمد انا هنناقشك فيها لاخر مره، وغادي نقول لك واحد النقطه باش تكون في راسك و وندوزو. اول حاجه هو ماشي المشكل فقط انه الرسول تزوج عائشه وهي بنت 6 سنين ودخل بها وبنت 9، هنا عندنا المسلمين لديهم تشريع لزواج الطفله الصغيره، وهذه تحدثنا فيها وانت متفق معايا. تمام، بس تعالي لي بقى نرجع للدستور الامريكي. لا يوجد نرجع للدستور الامريكي، اما كان قابل ان البنات تتجوز قاصرات بس. لا 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 ما تضحكيش، لا 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 لا، تعالي لي بقى الدستور الامريكي يا اللي انت بتقولي. ثانيه واحده، انت قلت الغرب والامريكان ما منعوا، مش منعوا، لقوا ان الابحاث والعلماء لقوا ان ما ينفعش البنت تتجوز صغيره. في القانون الامريكي وفي الدستور الامريكي كانوا كاتبين ايه؟ كانوا كاتبين ان البنت ينفع تتجوز من وهي صغيره. اول ما لقوا الناس بتهاجمهم، لا ما تتجوزش وهي صغيره، خلوها من عند 18 سنه. ده رقم واحد، قلت ان الرسول اتجوز بيها سيده 6 ودخل بيها 9، اجسامهم كانت غير، تمام؟ الاجسام كانت غير اجسامنا. هنيجي لحته تانيه اللي انت بتقولي، انت قلتي من شويه ان كتاب القران، ان القران محمد اللي كاتبه. رقم واحد، سيدنا محمد كان امي، ما كانش بيقرا ولا بيكتب. اما كان بيقول له اقرا يقول له ما انا بقارئ، ما كانش بيعرف يقرا ولا يكتب عشان يكتب القران ده. وتمام، القران اساسا نزل عليه، مش هو اللي جمعه ولا هو اللي كتبه، تمام؟ دلوقتي مفيش بني ادم يعلم الغيب، مفيش بني ادم خالص يعلم الغيب الا الله. انت دلوقتي قلتي لي ان محدش يعلم الغيب الا الله، وانت جيتي قلتي لي ان القران ده كلام محمد. يا ستي سيدنا محمد، انا هقول لك اهو، يا ستي ما كانش امي، كان بيعرف يقرا ويكتب، تمام؟ دلوقتي من كام شهر العلماء اكتشفوا ان فعلا في انشقاق في القمر، والقرآن قال لك من 1400 سنة اقتربت الساعة وانشق القمر. سيدنا محمد عارف منين؟ ومفيش مسلم ومفيش بني آدم بيعلم الغيب، يبقى ده كلام سيدنا محمد ولا كلام ربنا؟ ريفالدو هي ديال الامريكان. النقطه الثانيه اللي تحدثتي عليها ناري لحيه شحال من نقطه وتنساو عليا، المهم جوج اللي عقلت على ديال انشقاق القمر وشنو هي الثانيه ديال المعجزات. اوكي نبداو بالزواج. اولا اول حاجه مازال ما كملت الكلام ديالي، انا كنتحدث لك على القران الكريم، بانه في القران الكريم عندنا الله يعطي الحق انك تزوج بطفله صغيره،
وهاد الطفلة صغيرة لم تبلغ، وتحدثنا عليها أنا وياك آخر مرة، سورة طلاق آية 4: ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر ولا إلى. هنا الله يتحدث عن حالتين، حالة اليائسة والحالة ديال واللائي لم يحن، هم الفتيات الصغيرات اللي لم يصلن سن الحيض. اوكي، انت قلت لي your life يا امريكا، جماعة show your life ده معاك. انت قلت لي امريكا، انا اللي هنقول لك فك امريكا، انا ضد اي دولة او قانون كيشرع تزويج الطفلة الصغيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت تقوم بمقارنة قوانين وضعية بشرية، أنت تقارن قوانين بشرية مع قوانين إلهية، يعني أنت تقوم بمقارنة الإله، أنت تقارن الله مع أمريكا، لا أنت تقارن الله مع أمريكا. الله لا مثله شيء. انا بتكلم في نقطه، لا انا ما اوكي، قارنتش الله بامريكا، لا 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 ده تقول لي لا 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 مخالطات لا وات اباوت، احا تعرف لا 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 مخالطات وات اباوت؟ بكره التعريس. اسمعيني، لا، هذه مخالطات وات اباوت. انا سألت كيف يعقل خالق الكون، انا مثلا انسانه اناضل الحريات، وانا ضد زواج الطفله الصغيره لانه اغتصاب في حق ديك الطفل. ما هو وهذه ممكن نرد كلمة بسؤال، يعني تقولي لي ارد عليك، اقول لك ترد عليا عشان وراء نخلص. اعطيتني بزاف النقاط، عملتي لي الرشاش، يعني لا مش رشاش، انا انا عادي ما مضطره، تردي على الكلام اللي انا قلته. انا مضطره انا اللي نجاوب على نقطه ونقطه اللي اعطيتني. اوكي عزيزي، هذه النقطه الاولى. ندوزو النقطه ديال الرسول، راك ديك الرشاش وما كنش واخا هكاك مركزه معاك مزيان. الرسول قلتي بانه البنيه مات البنيه، فقط للتذكير انه لما تزوج الرسول بعائشه وهي بنت 6 سنين كانت ضئيله جدا، وامها ام رمان كانت تقوم بتسمينها، كانت تقوم بتسمينها ليدخل بها الرسول. ونزيدك النقطة الأخيرة اللي هي بغض النظر عن البنية، هي كانت طفلة صغيرة، وفي الحديث اللي قريت لك لهذا أنا إن هي قعدت على الأرجوحة وكانت كانت بتقول تلعب على كانت الأرجوحة. عمالين تلعب على اكزاكتلي الأرجوحة، أنا انشغلت اكزاكتلي نفسي بيها، أنا وعندي 24 سنة تافه بروح أتزحلق على الزحاليق. كانت تلعب على الأرجوحة، وأتتها أمها أم رمان لا تدري ما بها. ولا شفتي، لاحظتي واحد النقطة، لاحظتي واحد النقطة؟ جماعة جماعة ما تقلقوش ما آه تقلقوش، الإخوان شتكم والو، ما كان عندكم لا تكبيس لا والو، وصلونا بعدك غير المية. ألوغ نرجعوا لهذا الحديث اللي رائع اللي كيعجبني، هو أنه مثلا في هذا الحديث اللي كتقول لي كنت على الأرجوحة ومعي صواحب لي، فأتتني أمي أم رمان لا أدري ما تريد بي، فأتيتها فأخذت بيدي قلت لك وجرتها لدرجة كنت أنهش، فكان سيسكن بعض نفسي. ما معنى أنها كان سيسكن بعض نفسها؟ أن خطوات أمها ليست قد خطواتها، لأن روح شوف أنت كشخص بالغ لما تتمشى مع طفل صغير وتمشى بخطواتك، الطفل الصغير يركض يركض. ماشي ماشي، ممكن اقول لك على حاجه هذا اكتر. دليل كذلك على أن عائشة كانت طفلة صغيرة وكانت خطوات أمها كبيرة على خطواتها، لهذا كانت تجري وتنهش. أوكي، نروح لمعجزة لا انشقاق ارد القمر. على دي، لا ارد على دي وبعد كده نروح للمواضيع. عملتي لي الرشاش، أنا مضطرة نجاوب على كل شيء، ما انت مضطرة. خلاص انت قلتي كلامك، ارد عليه ونخش على النقطة التانية على طول. أعطيتني أوكي تمام. تفضل، انا اشتنى دبلوماسي، يعني اشتني. الرسول اتجوز اول حاجه كده، الرسول اتجوز بامر من الله. الرسول صح، الى الله من الله، صح. ده رقم واحد. رقم اتنين، اجسامهم، وبقولها لك تاني، ما كانتش زي اجسامنا دلوقتي. انا اتحداك عليها، اجسامهم نفس اجسامنا، وعلميا طيب مين بقى وعلميا قولي لي بحث العلم. عليها عزيزي، بحث عليها ونتحد. عرفتي عزيزي، انا عامله لك، انا عامله لك فولورز، فولو، انا عامله لك فولور. يمكن لك عزيزي تبحث وتقول وتشوف هل كانت البنيه الجسديه 1400 سنه اكبر من البنيه الجسديه هلا. اذا طلع الابحاث البحث ديالك صح، انا نعتذر قدام كل شيء الناس،
نعتذر لك ونعطيك هدية كبيرة اللي تعطيها. أنا عرفتك ريفالدو أنك تعمل صداقات للناس. أنا نتكلف لك شوف أنت قد اللي بغيتي وأنا نتكلف بهم إلا لا كذبت. طبعا، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. أنا ها هي كنقولها، أنا هي كنقولها أوكي عزيزي. أوكي ماشي، كلم طب ولا إيه ولا إيه؟ أوكي مزيانة. القضية اللي قلتي تاع زواج الرسول، أنا متفقة معك في هذه القضية. يعني كنشوفو خالق الكون بالمشرات ديالو، بالثقوب السوداء بلا نهاية. الشغل الشاغل ديالو في الكتاب المقدس هو تزويج محمد وشؤون نسائه. ألوغ هادي نسولك أنا سؤال. تعرف سبب تعرف بأنه تبني حرام في الإسلام؟ التبني حرام، تقدري تقولي لي التبني حرام ليه؟ انت عارف ولا نقول لك ليش؟ لا قولي لي. انا عارفه ولكن بتنحب نعرف واش انت عارف ليش. لا انا عايز اعرف ليه. لانه الرسول كان عنده ابنه بالتبني سميته زيد. معلش ثانية واحدة بس، ثانية واحدة يا جماعة، هي ولا بتسب الرسول ولا بتسب الإسلام مبدئيا كده، هي ولا بتسب الرسول ولا بتسب الإسلام. ريفالدو الرسول كان لديه ابن لا بالتبني. وان هو الله مش موجود، ممكن تركز معايا وما تقراش ايوه خدت تعليقات الفلوس بليز، لانه انا ما كنقراش التعليقات. معاك حوار معاك بيني وبينك اريفالدو، خليه معاك. بيني وبينك. اوكي شكرا عزيزي. الو نمشو النقطة ديال ابن الرسول. الرسول كان له ابن بالتبني وقال هذا ابني بالتبني ويرثني بعدي و و و و وسميته زيد. وكبر هاد زيد وزوجه لزينب. اوكي نخسرش يا جماعة. وزوجه لزينب. ويوما ما الرسول عجبته زينب. اوكي فنزلت آية في القرآن الأحزاب 50، الأحزاب 50 كيقول فيها الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهذه الآية الله كيقول لزيد ابن الرسول طلق زوجتك والرسول يتزوجها. وباش ولكي الناس لا يقولوا لقد تزوج زوجة ابنه حرم التبني وقال ادعوهم لآبائه. هذه الآية، وزيد هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن. فهذه الآية كيقول الله تعالى تقول للذي أنعمت عليه وأنعمت عليك أمسك زوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله فلما أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هاد الآية اش كيقول لي؟ مشينا التفاسير وعرفتيني أنا كنشوف، أنا كناخد بالتفاسير. إذا رحنا تفسير ابن كثير، الطبري، القرطبي، البغوي، السعدي، أي واحد فيهم حبيتي، يقولون في تفسير هذه الآية تقول للذي أنعمت عليه وأنعمت عليه، تقول للشخص الذي الله أنعم عليه بالإسلام وأنت أنعمت عليه بالتبني أمسك زوجك، يعني روح عن زوجتك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخفي في نفسك محبتك أن زيد يطلقها لكي تتزوجها، ولكن تخشى الناس، ولكن تخشى الناس أن يقولوا تزوجت امرأة ابنك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نعم الله هو الذي يزوج محمد. هذه الآية نقراها ليومنا هذا، نفعتني إيه؟ نفعتني في إيه هذه الآية؟ نفعتني في الأحزاب 50، الأحزاب 50 أنبل شيء في العالم، أنبل شيء أنك تقوم تبني أطفال حرم الله في خاطر محمد. طيب تمام، ممكن بقى اتكلم؟ تفضل عزيزي. فربنا قال لك ادي جنة، طيب آه ريفالدو بليز ناقشوا. اعمل اللي انت عايزه. بص، ما حباش انك تقرا لي التعاليق، حتى انا نبقى نقرا التعاليق. خليني عافاك، كيف يعقل خالق الكون ترك محمد تبنى ابن؟ وسبحانك يا رب، لما صار شاب حاجة وتزوج معلش، زينب. نقطة التبني صح انت قلت ان الاسلام حرمها، ماشي، تمام، انا اللي قنقل الشريعة الإسلامية هذه. الشريعة الإسلامية هي اللي حرمتها، تمام، ما سألتيش نفسك هل هي اتحرمت ليه؟
لينكح محمد زوجة ابنه. يبقى انت شايفه ان ده مش سبب؟ يعني هل انا بسأل سؤال، يعني مثلا انت شايفه مثلا ان ربنا مثلا اما يجي مثلا يقول للعبد مثلا ولا تقربوا الزنا مثلا، يعني مش اللي هو كمان تزني، لا ده انت ما تقربش، لا تقربوا، مش لا تزنوا، لا لا تقربوا الزنا. انا هتروح تفادي تاع الزينه، ولكن خليني عافاك تبني حيت دي خطيره لا تي انا من النقاط بكلمك اللي في نقطه، كنناقشها. هل انا بكلمك في نقطه، هل ربنا قال لي كده فانا هروح اقوم عامل كده؟ اناقشك في الزينه حيت الزينه عادي في الاسلام والرسول زنى، ماشي مش كنناقشك فيه، ولكن خلينا في التبني ونعطيك ايه، ايه تاية في القران اللي تسمح للرسول انه يزني من غير، ونعطيها لك بلاش. سوره الاحزاب، سوره الاحزاب كي يقول لك الله، سوره الاحزاب عطى الله الحق لمحمد انه يزني من غير مسلمين، كيقول له يا ايها النبي انا احلل، ركز معايا بليز، انا احللنا لك ازواجك هما زوجات وما ملكت يمينك، شكون هما ملكت اليمين؟ العبيد، العبدات، جواري سكس، واخوة وبنات عماتك ومؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من غير المؤمنين. يعني تمام، أي، ايه يعني بقى أي الحديث؟ مؤمنة جاءت للنبي وقالت له يا أيها النبي إنني أهبك نفسي لا ينكحه. لا مش ده تفسيرها، مش ده تفسيرها. أجبد عندك موبايل تقدر تشوف لي التفاسير ما معناها؟ مش محتاج موبايل، شوف التفاسير، شوف ده مش طبري تفسير. قرطب، اي واحد حبيتي شوف، ابن كثير اللي حبيتي شوف. يعني ايه وهبت نفسها؟ يعني تهب يعني نفسها، تهب، انا اهبك نفسي. بحال دابا انا ريفالدو حابه ننام معاك، نقول لك انا اهبك نفسي يا ريفالدو، لا حبك تنيكني، هذا ماشي هو تمام، الهبة النفس. هذه كمل احزاب كمل. 50، احزاب 50، الاحزاب 50 كارثة، هذه سورة الاحزاب كارثة، هي سورة النساء كارثة. اكمل طب اكلم تفضل 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 عزيز، ده مش التفسير بتاعها، أعطينا التفسير، تفسيرك التفسير تفسيرك، بتاعها واش تفسيرك تفسيرك هذاك، أعطيني أكمل طب أي مفسر قبل ما تعطيني، أعطيني تفسير من، طب أكمل لي أو طب أتكلم. تفضل. معنى كلمة وهب النفس، يعني لا ردي ردي على طول. معنى كلمة وهب النفس، وهب النفس ده أنا يعني أنا وهبت دلوقتي، أنا دلوقتي وهبت نفسي لحد، هل أنا وهبت نفسي ليه في الحرام ولا في الحلال؟ في الجواز ولا في الزنا؟